ازيكم اصحابي النهارده وروبلوكس، ورجعنا لكم بفيديو جديد. ومعانا النهارده ضيف مهم جدا. ازيك يا ميزو؟ ازيك؟ عامل ايه يا ميزو؟ كويس. يلا ناخد من البوليس ده. اوه اسمه تبويس، اسمه بقى مهند. يا عم ايوه شكله مهند. ها طيب انا هحط الكلام. اوه 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 كلام ايه يا ميزو؟ جابوا لي الشعبيه، تعالى امسكني يا دوبا. تخيلي. طبعا يا شباب معاذ اتمسك مسكه شديده. بيزو هجيلك، بس هجيلك بقى بطبه جامده. عشان بس اوطي الصوت شويه عندي. ده مخلوط. عاوز بس اعمل الصوت بسرعه. نوتي كمان حلو. والله انزل. هو شكلي علقت النهارده يا شباب. طب هحاول انزل لكم. هنزل لكم. انزل. انا النهارده عندي ملاك. اخش لهم طبة زيزو، اخش لهم طبة و جيلة. بس خدت على اصلها النت عندي النهاردة. طب تمام هاخد منه دلوقتي. طيب لما تكون جاهز قول لي. انا كده كده معايا رشاشات واسلحة. ظبط لي دوبي. طب صعب شغال تبليز. حاجة وحشة. أنا عم بمسك حاجة وحشة. أنا مش مستفزكم. أنا شكلي كده أحب أرجع ماشي. بعد المصابيخ أعمل إيه دلوقتي؟ كنت كام دي؟ 50,000. طيب خلاص هحاول كده وكده. اخد فلوس كتير صح؟ يعني دلوقتي هو مش محتاج، فمش هيكملش كتير. بمشي تحت الطابور هنا. صاحبي جاي. وبنسى العربية. ايه سلاحي؟ ما اعرفش شكل بيهم. طيب ها ايزو فين؟ ايزو هتيجي يا زيزو؟ طيب انا هخش لهم طبق طبق عاوز. لا اعمل هاد ما تدخلش طبق. طبت الرجالة تت تت تت. مات يلا ها ها يلا من هنا. ايوه ما فيش حد كده.
ناقصه. مين يقفل؟ لا مش معاه السحر. عاوزة اتكلم معاك. ولو حد كلمة قلت ما برضو مش كلام. هتكلم خلط مع بعض. يلا السلام عليكم. بسرعة. انت مش هتسوق. انا هتسوق. ايكو يا مدي. بس اصلا ولا السحر. هو انت اشتريت الرشاش؟ انا جاي معاك ليه؟ قلت يا خدت كل حاجه كده برضه. اوه والله قلت زي بنت كده. حد يديه هديه بقى. بتديها معاش؟ فهمت. اوه بليز هديه هديه هديه. ها ها هذا هو. شكرا يا حبيبي. عاوز اشتريك كتيرة. عاوز اخد حاجة حلوة. حلو. انا عندي النهاردة عليا كتير. انا مع اربعة. انت؟ افتحها طيب. ممكن نجيب حاجات حلوة. وانا راح اشوف احنا افتح وخلص. المفروض افتحها بين اثنين. ده كان جنب اللون الظلمي. حلو. ده كده يا والله. لا لا جالي لون ازرق. لا وحش. عاوز انت اسمك ايه؟ صد. كان جنب الظلمي. دايما نسمع كده. لا لا اي زبط. لحظة. ام او اي ام او اي اي ام اس افتلك افتلك دفت حطا. بعمل هنا تدخلات. لا انت لا تاخد. ايوه تدخلات. طب ما انا بادي احسن. مش فاهم. اكفاية. اتعب. يلا يا عم احنا انا صبح الليل كل. مو انا صار اخدت هدي. لا ما انا بابا. انت في حد هنا. بوم. الله زقيته. الله الله والله ما انت داخل. قابلني بقى لو دخلت. قابلني يا شباب. هاي الكوشك. هاي الكوشك. ما شفت. ده مكان عشان ما هلا ابعد. كتير اوعى. وطن. خلاص عم بصعب عليا. هتروح بقى في المدينة كده. غير لبس. بس بص بقى. هنغير لبسنا بطريقة جديدة. هجرب عندي كده على الكمبيوتر وانت لو نفعت عندك في التابلت قول لي. يعني انت ما تنزلش. الله اعلم علقت ولا الفرامل. بص اخش كده. ايوه طلعت. بص كده اشوف. الله عملها. هو لبسك. كبت. ايش اسفين يا صاحبي.